بتتطور تطوير شامل. المبنى الجديد هيتم فتحه اقل من شهر. العمل هناك على خطه بسيطه. انا عارف ان المستشفيات فيها بعض المشاكل ان شاء الله، واحنا شغالين على تطويرها. احنا ده واقع. احنا بنحاول المشاكل اللي فيه نطورها بالكامل. يعني انا من ساعه ما جيت وانا شغال على القطاع الصحي وفرنا التمويل اللازم ان احنا اعمل رفع كفاءه فيه للمستشفيات، واعترف فيها مشاكل وهيتم تطويرها بالكامل ان شاء الله باذن الله. طب ما الدكاتره يا باشا بره مره بيجيبوا الممرضين ده هم بيتعملوا كده بس مطلقا. احنا حاج احنا القصه دي هنغيرها بالكامل. احنا جايين عشان نغير الوضع ده. كل يوم اعمل لك حبيب. احنا موجودين عشان نغير الوضع ده. عاملين بحاجات اليوم هم مخصوصات معامل وكله بيخرج كل ده يا سيدي الحاج يا حاج. انا بقول لك انا ملزم بتغيير الوضع ده ان شاء الله. عشان ربنا اعطانا وحياده وقدرنا هنغير الوضع ده باذن الله ان شاء الله. انا بقول لك اهو وفرنا تمويل لازم نطول المشروع بالكامل في المحافظه باذن الله، لان انا عارف الوضع ده وعارف الامر اللي فيه مشاكل. لو ربنا قدرني ووفقني واحياني الوضع ده هيتغير. انا عارف ان هو غير لائق. انا كنت في مستشفى بيبا دلوقتي، مستشفى سموسة. المستشفيات فيها مشاكل وبتطورها، مش هسيبها كده يا جماعه. احنا بنعترف ان الوضع ده احنا بنغيره، بناخد خطوات لتغيير. خلينا نعترف بمشاكلنا، مش عيب ان احنا نعترف بمشاكلنا عشان نقدر نصلحها. انا بقول لك روح مستشفى المسؤول العام اللي موجود حاليا، اطلع منه كده قول لهم من فضلكم يا دكتور علاء عايز ازور المستشفى الجديد، وشوف المستشفى الجديد، شوف المبنى ومدى التجهيزات اللي احنا بنعملها فيه عامله ازاي. بس تعالى قول الواقع ده احنا مغيره ولا مش مغيره؟ هتطلع على بيبا موقع الهيئه الانسيه هتستلمه من اول الاسبوع الجاي، تيجي تشوف الشغل فيه تصلح.